12 من الديفلوبمنت، يعني بعدنا بثاني اسبوع. فاليوم راح نكمل ثاني اسبوع حتى ندخل بالثيرد ويك اوف ديفلوبمنت، فناخذ اليوم 13، وبعدها راح نحكي او نتناقش حول الثيرد ويك اوف ديفلوبمنت او اللي يسمونه تراي لامينر جام ديسك. احنا كان لحد الان عندنا باي لامينر جام ديسك، بس بهالمحاضره راح ننتقل الى مرحله الاخرى اللي هي مرحله التراي لامينر جام ديسك. ايش راح يصير عندنا باليوم 13 من الديفلوبمنت؟ مثل ما حكينا انه يصير عندنا بنتريشن بالاندوماتريال ميكوزا، فعندنا بمرحله يوم 13 السايت اوف بنتريشن كومبليتلي هيلد، ولكن سم بليدنج مرات يحدث، فتجي المريضه هي دوره ما اكو، بس بنفس الوقت سبوت اوف بليدنج كلش دروبس اوف بليدنج، فتجي تشتكي انه هذا البليدنج وخاف لا منستريشن وانه ما صارت بريجننت وكذا. مرات هذا البليدنج هو اشنو؟ هو انه يعني هو ما احنا يوم 13 فكانما وقت السايكل الاصلي، زين؟ فاشرح به اسيو يصير بيه كونفيوجن مع النورمال منستريال بليدنج. ليش؟ لانه اكو هاي بلاد بريشر لما تفتح اللاكيوني بين المذر والفيتس، تفتح يعني البلاد يمر فشويه هاي فلو، فراح يصير عندنا سبوت اوف دروبس اوف بليدنج. فهذا يعني الطبيبه اللي عنده مثلا اكسبيرينس وكذا بالعكس تعمل لري اشورنس وتقول لا لا تخافين، هذا فد بليدنج فد شيء بسيط ونورمال. فاذا بهذا اليوم عندنا سايد اوف بنتريشن كومبليتلي هيلد، لاحظوا هوني كومبليتلي هيلد هيلينج يصير وترجع كانما صار جزء من الاندوماتريوم اوف ذا يوتراس، دخلت يعني خلينا نقول الجام ديسك. الساتيتروفوبلاست اللي كانت عندنا من الداخل تبدي ايش يصير بيها؟ مد اصابعها بين السنسيتيو تروفوبلاست، بين السنسيتيو تروفوبلاست، فكانما صاعدنا اصابع من السايتو محوطه بالسنسيتيوم او السنسيتيو تروفوبلاست. فبهاي المرحله يسموها الستيم فيلاي، الفيلاي الجذعيه او البرايمري فيلاي، احنا عندنا برايمري وسكندري وتيرشري. فبهاي المرحله يوم 13 تبدي تكون ايش؟ البرايمري فيلاي اللي هي اصابع من السيتوتروفوبلاست تدخل وين؟ تدخل بالسنسيتوتروفوبلاست. والمرحله الثانيه انه عندنا الهايبوبلاست الموجوده، هاي اللي لونها اصفر، قلنا ذاك الاسبوع قلنا ازرق واصفر، الازرق كانت الايبي والهايبو كانت صفراء. ايش راح يعمل لنا؟ تعمل لنا فد كافيتي، زين؟ تحوطوا منه تحوطوا الهايبوبلاست، هذا العدد اشر علينا. فبدا ما يتكون ما يسمى بالاوريجينال اكسوسيلوميك كافيتي او الديفينيتيف او السكندري يوكساك. تذكرون كان عندنا يوكساك برايمري، زين؟ وكان عندنا كان عندنا اكسوسيلوميك كافيتي، ما هكذا؟ فعندنا هالساعتها تكونت كافيتي جديدة اللي هي ايش؟ اللي هي اكسوسيلوميك كافيتي اللي هي صارت الاوريجينال وليس القديمة البرايمري. البرايمري بالعكس لاحظوها تضمحل وتصغر وتتحول الى اكسوسيلوميك سيست، فقط سيست صغير. منو ينمو على حسابه؟ على حسابه راح ينمو الاوريجينال او الديفينيتيف يورك ساك اللي هو عبارة عن فت كافيتي جديدة، زين؟ من الهايبوبلاست تتحوط وتعمل لنا فت كافيتي جديده، يعني ستساعدنا امنيوتيك كافيتي الاصليه اللي حكينا عليها هذيك المره اللي قلنا الروف مالتها امينوبلاست اللي هي من الابيبلاست، وصاعدنا كافيتي جديده اللي هي ديفينيتيف يورك ساك بلس الكافيتي الاصليه اللي هي اكسوسيلوميك كافيتي الاصليه وتحولت الى اكسوسيلوميك سيست. فاذا مرحله يوم 13 السايت اوف بنتريشن كومبليتلي هيلد، اثنين البرايمري فيلاي تحشر اصابعها داخل السنسيتيو تروفوبلاست، هي ايش؟ حتى تكون بلاسينتا بالمستقبل، عاد تبدي تتطور بحيث البلاسينتا تصير. و سلايت بليدنج ليش؟ لان البلاد فلو يزيد ما بين المذر والفيتس، فمرات ال بريجننت مذر تشتكي انه صار عندها سبوت بنفس ايام الدوره، فهذا يعني شيء نورمال لانه زاد البلاد بريشر بين او البلاد فلو بين المذر والفيتس وعليه صارت هاي دروبس اوف ذا أبلت. الأوريجينال اكسوسيلوميك كافيتي اللي حكينا عليها هي بشكل ستار أزرق، بدت يصير بيها ديجنريشن، تصغر تضمحل، ويسموها اكسوسيلوميك سيست. ليش قلنا؟
لأنه الإكسوسيلوميك الأكافيتي بقى الجديدي الأصلية اللي هي ما الأصلي يعني الديفينيتيف النهائي يسموها أو السكندري نمت، فعلى حساب منه على حساب الأصلية أو البدائية اللي هي تحولت إلى سيست. الإكسترا إمبريونيك سيلوم أشرح بينه يكبغ أيضا ويسمونه بقى هوني الكوريونيك كافيتي. فنمو الكوريونيك كافيتي ونمو السكندري يوكساك خلى الاكسيسيلوميك كافيتي الاصليه الاوريجينال تصغى. واكسترا امبريونيك ميزودرم لايننج ذا سايتوتروفوبلاست، هذا المؤشر بقوس احمر، نبدي نسمينه ايش؟ نسمينه كوريونيك بليت اللي يحوط الكوريونيك كافيتي. اذا صعدنا هاي النجمه الزرقاء اللي هي بلو ستار اللي هي اكسيسيلوميك سيست اللي هو عباره عن اكسيسيلوميك اوريجينال كافيتي زغط، صاعدنا كافيتي جديدة اللي هي سكندري يوكساك، وصاعدنا هذا القوس الأحمر اللي هو إكسترا إمبريونيك ميزودرم يحوط لنا سايتوتروفوبلاست وحوط الكوريان كافيتي، سميناه كوريونيك بليت. والكافيتي الكبيرة هاي اللي صاغت اللي هي enlargement of extra embryonic coelom أو سيلوميك كافيتي كون لنا الكوريونيك كافيتي. فإذا هذه التطورات بيوم 13. The only بعدين اشرح يكون عندنا، لاحظوا هوني بعد ما صار الكونكشن واضحه هوني دحقوا هذا الجسر، هذا الجسر اللي هسه قاعد اشرح علينا، صاعدنا بليس ما بين الاكسترا امبريونيك ميزودرم والايش عندنا يعبغ لنا الكوريونيك كافيتي زين يوصل مع الامنيوتيك كافيتي. فاذا سميناه ايش؟ سميناه كونكتنج ستولك. ستولك ايش معناتها؟ يعني فد نارو اريا، فد جسر. With development of the blood vessel the stalk become the umbilical cord. هذا الستوك طلاب بالمستقبل هو راح يعطينا الحبل السري. فاذا صاعدنا جسر ما بين الاكسترا امبريونيك ميزودرم والامنيوتيك كافيتي بهالمنطقه، بعدين هو هذا سميناه الكونكتنج ستوك اللي راح يكون لنا بعدين يفوتوا بينه البلد فيزل اللي هو 2 artery 1 vein اللي هي الامبلاكل كورد فيزل زين. فاذا هو هذا بالاخير راح يصير عندنا الحبل السري. فلاحظوا كاننا ما عم نحط النقاط فوق الحروف. البلاسينتا بدت صارت برايمري فيلاي، الامبلاكل كورد الحبل السري ساعدنا قبله تكون الكونكتنج ستوك، الكوريونيك كافيتي اللي يسبح بيها الجنين ظهرت عندنا. نجي هسه على الهايبوبلاست بمنطقة أقصى إيش؟ السيفاليك ريجن على اليسار، أقصى اليسار. هذه تكون الهايبوبلاست تكون كولمنر، تتحول سيكولمنر، وإيش تعمل؟ تلتصق التصاق قوي بمنطقة الإيبوبلاست هاي الخلايا الزرقاء، هذا السهم الكبير الأسود اللي خليتكم هو. هاي المنطقة تنطينا علامة فارقة لإيش؟ لمنطقة الفم اللي نسميها هسه ما نسميها اورال كافيتي، نسميها بروكوردال بليت او نسميها الباكو فارنجيال ممبرين. اذا بدا ايش؟ بدت معالم الجنين تتكون، بدت معالم الجنين تتكون. فاذا هاي المنطقه اللي هي عباره عن التصاق الهايبوبلاست اللي هي كولمنر صاغت هون مع الايبوبلاست سمينا بالسيفاليك ريجن سميناها بروكوردال بليت او الباكو فارنجيال ممبرين اللي بالمستقبل راح تصير فتحة الفم. نجي يا ستا خلصنا من الـ second week of development، خلص نبدي على مرحلة الـ third week of development، أيضا نسميها period of three أو يسموها trilaminar germ disc، كان bilaminar صار trilaminar. نحن نعرف أنه كان عندنا two layers اللي هي epiplast و hypoplast. هسا راح تتكون عندنا طبقة جديدة بيناتهم اللي هي راح تكون الميزودرم. ف ما رأسنا راح تتكون هالشكل رأسنا تطلع لنا طبقة وها هي، لا عندنا مراحل نمر بيها. فهاي المرحلة يسموها المراحل الثيرد ويك اوف ديفلوبمنت. لاحظوا طلاب تخيلوا هذا هو الجام ديسك، هذا اللي هو الخلايا الصفراء والخلايا الزرقاء، انسوها هسه هاي الحمراء. فراح يكون عندنا الايبوبلاست والهايبوبلاست اللي هي بايلامينر جام ديسك. بالايبوبلاست هو كل الحكي بالايبوبلاست. بالايبوبلاست لاحظوا يتكون مثل
شارع سمونه primitive streak. بالنهاية أكو منطقة بيها مثل depression نزلي ليجا وسموها primitive knot. وين هاي؟ بالسيفاليك end of the streak يعني toward the head toward the buccopharyngeal membrane. فإذا الخلايا الزاقة هي الإكتوديرم والخلايا الصفراء هي الإندوديرم أو الهايبوبلاست يعني هايبوبلاست وإبيبلاست. بالنص هسا نحكي أول مرة إيش يتكون قبل كل شيء؟ يتكون عندنا هذا الشارع اللي هو البريميتيف ستريك ونهايته أكو سموها البريميتيف نوت. فـ the most characteristic events الموجودة هي ما يسمى بالجاسترولايشن. هاي العملية اللي تكون أنه عندنا ثلاث ليارات تتكون مكان الليارين عند اسم آخر يسموها الجاسترولايشن اللي هي بالثيرد ويك أوف ديفلوبمنت. فصاعدنا طبقة زرقاء الأصلية إيبيبلاس طبقة صفراء الهايبوبلاس. بالنص راح تبدي تتكون الميزوديرم الطبقة الثالثة. فهاي المرحلة يسموها الجاسترولايشن اللي هي at the third week of development. هو يسمونه أيضا period of triad ثلاثي. ليش؟ لأن دحو صاعدنا البايلامينار صاغ تريلامينار الكوريون اللي هو تروفوبلاست اللي هو تروفوبلاست قلنا أصابع من البرايمري ايش برايمري باللاي. بعدين هسه نحكيها البرايمري يصير سكندري والسكندري يصير تيرشري. الامبريونيك جيرم ديسك راح يكون وجود ثلاث ستراكشرات يشهد وجود ثلاث ستراكشرات بريميتيف ستريك وتكون النوتوكورد وتكون النيورال تيوب. اذا كل شيء عندنا منه ثلاثه. الجيرم ديسك اصليا يتحول الى ثلاث طبقات. الكوريون هسه نحكيها يشهد ثلاث تغييرات وجود primary, secondary, tertiary villi. الجيرم ديسك أيضا يشهد وجود ثلاث ستراكشرات مهمة primitive streak, notochord and neural tube. هسه نجي نحكي عليها بالتفصيل. فالجاسترولايشن هي عملية تكون primitive streak على سطح الإبيبلاست كجروف أو كشارع بإيش يعني تخيلوا أنه هو وادي على الجوانب أكو صفيح elevated areas. بالسيفاليك إند مالته هناك بيت أو بخصة للداخل يسموها primitive knot. هسه نجي نقشعها بالصورة. لاحظوا طلاب هوني هذا هو primitive streak elevated area من الجوانب و primitive node اللي هي depression محاط ب elevation. كل هذا الحكي وين؟ بالإبيبلاست. After the formation of the primitive knot it is possible to identify the following. احنا من تكون عندنا تخيلوا جام ديسك اللي هو إبيبلاست وجواته هايبوبلاست بيناتهم بعد ما نحكي عليه هسه على سطح من صغ تحول إلى الشكل تحول إلى شيء مجسم طلاب. من صاعدنا إليفيشن ودبريشن وأنتيرير أو كود كرينيال وكاودل بدأ إيش بدأ الجام ديسك صاغ أو الإمبريو بدأ ياخذ أبعاد. فصابينه كرينيال وكاودل صابينه فنترال ودورسل صابينه رايت وليفت. فإذا نتحول إلى شكل إيش؟ شكل مجسم. هذا البريميتيف ستريك وهاي سيفاليك إند مالتو بريميتيف نوت. من تكون على الإبيبلاست بدأ ياخذ الجنين طابع مجسم. فهاي المرحلة يسموها مرحلة الجاسترولايشن اللي هي الثيرد ويك أوف ديفلوبمنت. إيش راح يصير عندنا هاي الطبقات؟ إحنا هسه كان عندنا بس إبيبلاست وهايبوبلاست. إيش راح يجي ياخذ هذا الستركتشر اللي هو تريلامينر. الإبيبلاست تهاجر toward the primitive streak وعندما تصل إلى region of the streak invaginate تبدي تحفظ. إذا لاحظوا الصورة هسه نشوفها. لاحظوا الخلايا الحمراء هي عبارة عن الزرق هي بس إيش عصيب منطقة primitive streak هي primitive node وهذا primitive streak عتهاجر. فمن تصل إلى منطقة primitive streak إيش سيبيها تحفر invaginated زين. فإذا تحفر وتنفصل عن الإبيبلاست الأصلي الأصلي وتنمو داخلها تكون لنا ما يسمى بالإنترا أمبريونيك ميزودم اللي هو تبدي تتكون الطبقة الحمراء الجديدة اللي هي الميزودم. هسه هاي الزرقاء هي الإكتوديرم أو الإبيبلاست والصفراء هايبوبلاست أو الإندوديرم. أسبوع الجاي إن شاء الله نحكي أشنو إكتوديرم وأشنو إندوديرم وأشنو ميزوديرم يعني إيش يعملون هذولي.
فهي عبارة عن ذي الحمو عبارة عن خلايا الزرق، ولكن هاجرت إلى الداخل تحفر منطقة الوين، منطقة البريميتيف سيتريك، فتبدي تحفر وتكون لنا ما وتنفصل وتكون لنا ما يسمى الانترا امبريونيك أو الثيرد جيم سيل لاير. كون عندنا الميزودرم، ما ظل عندنا بس ايبيبلاس أو اكتودرم وهايبوبلاس أو اندودرم. Some of detached cell will displace معظم الهايبوبلاس. ايش تعمل؟ تزيح عن مكانه بعض الخلايا، تزيح الايش الهايبوبلاس، قل لا تخيدق على الم مكانك، تسمي المنطقه تسميها الامبريونيك ميزودام. الامبريونيك ما انترا امبريونيك، الامبريونيك ميزودام. The cell remaining in the epiplast will form the ectoderm. اذا احنا الطبقه اللي دخلت عندنا كان عندنا ايبيبلاست وهايبوبلاست، هذه عندنا الايبيبلاست اللي تهاجر تعطينا الميزودام، سواء الميزودام الاصلي او الانترا امبريونيك، والبقيه المتبقات من الزرقاء تنطينا الادمة او الاكتودام اللي هي تكون لنا بالمستقبل الجلد وخلايا الابيثيليوم وهكذا. فاذا صاعدنا امبريونيك ميزودام. The intra-embryonic mesoderm separate in lateral encephalic direction. لاحظوا الدايركشن مالتها lateral encephalic to be contact مع منو؟ كان عندنا اصلا اكسترا امبريونيك ميزوديرم من اصلا كنت تكون، فراح تلتحم معانو فيصير عندنا تلاقي ما بين الانترا امبريونيك والاكسترا امبريونيك ميزوديرم. In the cephalic region، لاحظوا احنا ليش تكون عندنا البريميتيف سيتريك؟ اول شيء طلاب تذكرون قلنا الهايبوبلاست تلتصق anteriorly كثير مع الايبيبلاست، تنطينا ما يسمى بالباكوفارنجيال او بروكوردال بليت، هذا اللي ينطينا الفم بالمستقبل. وظهر لنا منه ظهر لنا البريميتيف سيتريك وبنهايته سيفاليكلي انسيفاليك اند بريميتيف نود، هذا صار مثل اشنو، مثل جايد، مثل جايد حتى الخلايا تهاجر حوله وكذا وتتكون عندنا الميزودام. بالسيفاليك ريجن ايضا الميزودام سيل لاير ايش تعمل؟ تنمو على جوانب البروكوردال بليت اللي حكيناها قبل شويه اللي قلنا هي باكوفارنجيال ممبرين، تنطينا الهارت او الكارديوجينيك بليت او هارت فورمينج بليت. لاحظوا طلاب هذه هي منطقه الكارديوجينيك او الايش الهارت فورمينج بليت. ليش؟ لان اول جزء يتكون بالجنين هو الهارت، فبساعه بساعه هاي الخلايا تهاجر بهالمنطقه منطقه البروكوردال بليت وتنطينا بالمستقبل الهارت اللي يبدي يتكون بالاسبوع الرابع وحتى نغشى على النبض بالاسبوع السابع بالسونار. فاذا تكون لنا منه تكون لنا الهارت او الكارديوجينيك بليت. لاحظوا هون ايش الخلايا تهاجر نفس الصوره بمنطقه وين؟ منطقه البريميتيف سيتريك او بريميتيف جروف عفوا اللي هو نهايته بريميتيف بيت. هاي ايضا صوره انه عندنا اي البروكوردال بليت قبل كده تكونت اللي قلنا هايبوبلاست ملزق لزق مع ايبيبلاست، وعندنا منطقه اللخ عندنا بالايبيبلاست تكون هذا الشارع وبنهايته البريميتيف بيت. فالحكي وين؟ الحكي هوني انه الهجره هون تتم، تكون عندنا الميزودرم وطبقاته يلتقي مع الاكسترا امبريونيك ميزودرم، وايضا تهاجر الخلايا توارد البروكوردال بليت تنطينا الهارت بليت او الكارديوجينيك بليت. فاذا هسه تطورت الامور، تطورت انه احنا عندنا صار تراي لامينر جيرم ديسك. نجي هسه نحن نتكون الهارت، بعد ايش راح يتكون عندنا؟ The cells invagination in the primitive pit move toward the cephalic region and reaching the procordial plate. احنا ما قبل شوي حكينا cardiogenic plate، تكون لنا بليت اخرى او tube like process مثل ايش شلون عندكم فد جايد فد جايد انه يعني معلم، فيسميها نوتوكورد بروسيس، المنطقه نسميها نوتوكورد بروسيس. اذا السيل الانفاجينيشن اللي تحفر بعد بمنطقه البريميتيف بيت تنمو الى الامام الى ان تصل الايش البروكورد بليت، تنطينا ما يسمى بالنوتوكورد بروسيس. هذا هاي المنطقه لاحظوا بالسيفاليك ريجن، هسه هاي منطقه الفم ومن هالجهه منطقه الايش الانال ميمبرين او الكلواكه بعدين سنحكيها فصل الثاني، فمن هون الراس ومن هون نهايه الجسم. فبهاي المنطقه تنمو الخلايا باتجاه البروكوردال بليت، هاي البروكوردال بليت قلنا مكان ما تلزق الاكتود الايبوبلاست مع الهايبوبلاست، تنمو الخلايا تحفر انفاجينيشن وتعطينا ما يسمى النوتوكورد بروسيس. اذا من تكون عندنا ايضا النوتوكورد بروسيس؟
أول شيء تكون عندنا البريمتيف ستريك، ومعانه تكون خلال ما تكون الميزوديرم بالطريق صح، وأيضا تكون عندنا الكارديوجينيك بليت. هسه بقى النوتوكورد بروسيس تكون. هذا النوتوكورد بروسيس يلحم مع منو؟ يلحم مع الاندودرم، يلحم مع الاندودرم، فيكون لنا النوتوكورد بليت. With further development, the cells of the plate proliferate and detached. تنفصل عن الاندودرم وتكون لنا ما يسمى بالديفينيتيف ايش؟ نوتوكورد. هذا اللي ايش يكون لنا؟ العمود الفقري بعدين يسمونه الاكزيال سكيليتون. اذا هذا النوتوكورد بروسيس يتكون. بعدين النوتوكورد يلحم مع الاندودرم، بعدين يرجع ينفصل. يكون لنا الديفينيتيف نوتوكورد او يعني تحقق النوتوكورد بروسيس هو الشغله البدائيه من الايش؟ من الديفينيتيف. اي شيء ديفينيتيف يعني نهائي. ديفينيتيف نوتوكورد اللي راح يكون لنا الاصول او الاسس للاكزيال سكيليتون. من يتكون هذا الاكزيال سكيليتون؟ From the procordial plate to the primitive node. يعني مو وين؟ هاي البروكوردال بليت زين، وهذه البريمتيف نود. هاي المكان، هاي المكان لاحظوها زين، هي اللي راح تنطينا العمود الفقري للامبريو الاكزيال سكيليتون. اذا هي عباره عن ايش؟ عباره عن انفاجينيشن سيل زين، تحفر تحفر، ولكن عندنا بعدين بمنطقه البروكوردال بليت تعمل لنا تيوب. هذا التيوب يسمونه نوتوكورد بروسيس، يلحم اول شيء مع الاندودرم، بعدين ايش راح يصير بينه؟ ينفصل ويعمل لنا ماتيوب، يتحول الى سوليد كورد. يعني كان بينه كافيتي بداخله، صار بينه سوليديفيكيشن. ليش؟ لانه نمت خلايا بداخله، فاعطانا ما يسمى الديفينيتيف نوتوكورد اللي هو عباره عن ايش؟ عباره عن الاكزيال سكيليتون بالمستقبل، السكيليتون الهيكل. فينمو من البروكوردال بليت الى البريميتيف بيت. هاي المكان هي نمو لايش؟ النوتوكورد بروسيس زين. وبعدين راح يكون عندنا البريميتيف او الديفينيتيف العفو نوتوكورد. واضحه؟ هذه صوره هي للباكوفارنجيال ميمبرين اللي هي عباره عن هايبوبلاست ملتصقه منه، ملتصقه بالهايبوبلاست. وهذه المنطقه ايضا بعدين نحكي عليها اللي هي هم تشبه المنطقه الباكوفارنجيال. ايضا راح يصير عندنا التحام ما بين الاكتودوم والاندودوم بالمنطقه، ما ظل عندنا ميزودوم هوني، يسموها الكلواكل ميمبرين. فهي فتحه الفم وهي فتحه المخرج بالمستقبل، ومن هاي المنطقه الى هوني صاعدنا البريميتيف ستريك، وبدايته يعني السيفاليك اند مالته هي البريميتيف نود. ما بين الباكوفارنجيال ميمبرين والبريميتيف نود هاي المكان الفارغه هي مكان تطور النوتوكورد والنوتوكورد بروسيس، النوتوكورد بروسيس وبعدين قلنا النوتوكورد اللي هو الاكزيال سكيليتون. الى هون طلاب واضح الا اعيد؟ حسن صباح، شيماء واضح لي هوني شويه بس يغلى تخيل يعني، ما يعني بس يغلى تخيل. فانتم هاي اهم شيء العلامات المهمه انه تنتبهون عليها. تحبون اعيد شويه من البدايه لو نستمر؟ اي نعم دكتوره بلازح نعيد. فاذا نحن حكينا قلنا هاي المحاضره دي نحكي على ترايل امينور جيمدس، ونحكي على 13 ويك. نحن عم نمشي حسب التسلسل الزمني للاحداث، يعني كنا بالبيريد اوف توس بس توقفتوا، قلت خلي يوم 13 اذكره بمحاضره اللوخ. فيوم 13 اللي هو نهايه الاسبوع الثاني من الحمل تجي المريضه تقول انا عندي سبوت اشون، انا لو انا اخاف لهي الدوره. فهي عباره عن ايش؟ عباره عن ناتشرال سبوت اوف بلاد. ليش تجي؟ لانه احنا يجري الدم باللاكيوني، فشويه يصير بليدنج، يعني سبوت اوف بليدنج لون فاتح. فهو بليدنج، ولكن اولا السايت اوف بنتريشن عايز يبينه هيلينج زين. اثنين انه عندنا البلاد فلو يزيد توارد لاكيونر توارد لاكيوني. هذا اللاكيوني تذكرون اللي تكونت من اسبوع من اليوم التاسع. فهذا البليدنج ممكن يصير بينه كونفيوجن مع المنسترول بليدنج، لانه لاحظوا يوم 13 زين، 13 يوم هي مثلا دوره ما اكو، فكانما جت الدوره في نفس الموعد تكون.
فهذه شوية حيصير خربطة بها. المريضة بتحسب هذه دورة في حين هي ما دورة، وإنما هذا مكان الهيلينج ومكان زيادة البلد سبلاي لللاكنة. بهذه المرحلة أول شيء راح يتكون أنه تحفر أصابعها السيتوتروفوبلاست بالسينسيتيوم. فبهذه المرحلة عندنا عبارة عن أصابع من السايتو محاطة بالسينسيتيو، فنسميها البرايمري فيلاي أو ستيم فيلاي. ستيم إيش معناته؟ جذعية. أول مرحلة. ثاني مرحلة عندنا الهايبوبلاست، هاي الصغيرة الصفراء اللي ذاك الأسبوع أخذناها تعمل لها كافيتي بوحدها، نسميها سكندري أو ديفينيتيف يوكساك. تنمو على حساب منه، على حساب الإكسيسيلومي كافيتي الأصلية اللي تنكمش وتتحول إلى ما يسمى بالإكسيسيلوميك سيست. أيضا عندنا كافيتي أخرى تنمو، يسموها إيش؟ يسموها كوريونيك كافيتي. من تجي من enlargement of the extra embryonic coelomic cavity اللي حكيناها ذاك الأسبوع. كان قلنا عندنا extra embryonic ميزودام extra embryonic coelomic cavity، فالكافيتي هاي بتكبر هي ومنه تكبر هي وتظهر معها السكندري يوكساك. فايش تصير؟ هاي النجمة الزرقاء تضمحل تعمل تتقلص إلى أن تصير تتقوقع تصير سيست. الإكسترا إمبريونيك ميزودام هذا زين راح يعطينا ما يسمى بالكوريونيك بليت. زين، هذا القوس الأحمر. بين ينشأ جسر ما بين الإكسترا إمبريونيك ميزودام، أنه إكسترا إمبريونيك ميزودام هذا اللون رصاصي يخترق منه الكوريونيك كافيتي هاي، يعمل جسر بيها حتى يربط نفسه بالجنين. هذا إيش راح يسمونه؟ كونكتينج ستوك، أو يسمونه الأمبلاكال كورد إن فيوتشر، بالمستقبل. هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن إكسترا إمبريونيك ميزودام اخترق منه، اخترق الكوريونيك كافيتي. الكوريونيك كافيتي إيشني؟ هي اللي يسبح الجنين كله بيها، سموها الكوريونيك كافيتي هو وبلاسينتا. فإذا هذه هي الكوريونيك كافيتي يخترق منه إكسترا إمبريونيك ميزودام اللي راح يسمونه بعدين الستولك أو الأمبلاكال كورد بالمستقبل. عندنا الهايبوبلاست، هذه الصفقة مع الزرقاء تلتحم بمنطقة الرأس السيفاليك إند، فتعطينا ما يسمى بالبروكوردال بليت أو الباكوفارنجيال ممبرين اللي هو الفم بالمستقبل. هذه علامة فارقة. رأسا من عندنا وصلنا هاي المرحلة، قبل راح ندخل على مرحلة التريلامينر جيمس. أول شيء يتكون بعد ما تظهر البروكوردال بليت اللي حكيناها زين، وجود البريميتيف ستريك هذا الشارع، وعلينه إليفيتد أريا من الجوانب فصاء أخدود، وبالرأس مالته بريميتيف بيت أيضا في حفرة، وحواليها إيش؟ حواليها إليفيتد أريا، فسميناها المنطقة بريميتيف ستريك أند بريميتيف نود أو بريميتيف بيت. هاي المرحلة مع وجود طبقة داخلية تحت الإبيبلاست سموها ترايلامينر جيم ديسك أو سموها الجاستروليشن أثناء الأسبوع الثالث. هاي المرحلة سموها بيريد أوف ثري. ليش؟ لأنه البلاسينتا راح تشهد ست تغيرات، برايمري وسكندري وتيرشري. الإمبريونيك جيم ديسك تحول إلى ترايلامينر. ليش؟ لوجود طبقة وسطية. وثالثا نشهد وجود ثلاث ستركتشرات اللي هي بريميتيف ستريك ونوتوكورد أند نيورال تيوب. الجاستروليشن هي مرحلة تكون الايش؟ البريميتيف ستريك على سطح الايبيبلاست. قلنا الحكي كله بالايبيبلاست، فيتكون جروف مع اليفيتد اريا وسيفاليك اند بيها يسموها بريميتيف نوت. فهي المرحلة يسموها الجاسترو، يعني بهالمرحلة دخل مرحلة الجاستروليشن. الجاستروليشن لاحظوا هوني، هذا هو الجام ديسك الاصفر والازرق، وهذا هو البريميتيف ستريك، وهذه هي البريميتيف بيت. ومن هالجهة عندنا الالتصاق الأزرق مع الأصفر هي البروكوردال بليت أو الباكوفارنجيال ممبرين. هذا عندنا البريميتيف ستريك هو اللي راح يصير عندنا بينه التغييرات بهالمنطقة. إيش التغييرات؟ ها طبعا بهالمرحلة اكتسب الإمبريو طابع المجسم، صابينه رايت وليفت، صابينه كودل وفنترال، كودل والعفو كرينيال، وصابينه فنترال دورسال سيرفس. بهاي المرحلة ايش راح يكون عندنا؟ قلنا هو كلة الإبيبلاست الحكي بيها انه خلايا من الإبيبلاست تهاجر نحو البريميتيف ستريك، وعندما تصل الى
الستريك تحفر إلى الداخل. بهاي الطريقة من عاد تحفر عاد تترك بيت الأصلي اللي هو الإمبلاست وتحفر حوله العفو تحته، فتكون لنا انترا امبريونيك ميزوتيرم. بعض الخلايا ايش راح يصير؟ تحفر كثير اعمق الى ان تزيح الهايبوبلاست، تعطينا ما يسمى بالامبريونيك ميزوتيرم، ما انترا امبريونيك، امبريونيك ميزوتيرم. وتكون لنا طبعا هذا الميزوتيرم، مثلا نحكي اسبوع الجاي ايش يعمل، ولكن الخلايا اللي تبقى من الايبوبلاست البيت الاصلي ايش يصير بيها؟ تتحول الى الاكتوديرم، الاكتوديرم اللي يكون لنا الهير، يكون لنا السكين، طبقة الجلد وهكذا. الانترا امبريونيك ميزوديرم ايضا وين يسافر؟ لاترال وسيفاليك. زين، حتى ايش يعمل؟ احنا اصلا اكسترا امبريونيك ميزوديرم كنا يتكون، فبس مجرد يتحد معانا. انترا سيفاليك ريجن ات موف ان ايتش سايد، حوله يلف حول البروكوردال بليت حتى ينطينا الكارديوجينيك او الهارت فورمينج بليت. لاحظوا هذا الهارت فورمينج بليت، طلاب اي شيء بينه كونكتيف تشو، اي شيء بينه بلاد فيزل، اي شيء داير يعني هذا كله راح يكون ميزوديرم. ف بينما الاندوديرم يكون لنا الاشياء اللي تبطن الجي اي تي، الاشياء اللي تبطن اللونج، اشياء وهكذا. الاكتوديرم الاشياء الخارجيه، السكن، الهير وهكذا. بينما الكارديوجينيك بليت يتكون من الخلايا اللي تفر حول الايش؟ حول البروكوردال بليت وتنطينا الهارت فورمينج ريجن او اليو شيب كارديوجينيك بليت. هذه كلها صور نفس الكلام اللي عنا حكينا. زين، الستركتشر الثاني المهم، احنا هسه ما بس نحتاج هارت، احنا نحتاج سكيليتون. فهذا السكيليتون منين يجي؟ يجي من النوتوكورد بروسيس. السيل اللي تحفظ منطقة البيت تمشي انتيريرلي الى السيفاليك ريجن الى ان تصل البروكوردال بليت، يعني ما بين البريميتيف بيت وبعد لي قدام، فتنطينا تيوب يسمونه نوتوكورد بروسيس. يلحم مع الاندوديرم اللي تحته ينطينا نوتوكورد بليت. لاحظوا بروسيس بليت ديفينيتيف، بروسيس اول مرحله، بعدين يلتحم مع الاندوديرم يعمل لنا بليت، بعدين السيل اوف ذا بليت بروليفريشن تكبر وتنفصل هذا وتنفصل عن الاندوديرم تعمل لنا سوليد ستراكشر. يعني اذا مثلا بالام سي كيو جينا انه الديفينيتيف نوتوكورد از تيوبيول تيوب لايك ستراكشر، لا هو سوليد داخله اكو خلايا ما يعني ما مجوف ما اجبف. Which forms the basis of axial skeleton. اذا ساعدنا بروسيس، بعدين بليت من يلتحم مع الاندوديرم، من ينفصل يتحول الى ديفينيتيف نوتوكورد اللي راح ينطينا السكيليتون اللي هو ما بين البريميتيف نود وللامام اللي هي بروكوردال بليت، وعلى الجوانب كان صاغ الهارت. زين، هاي ام نفس الشيء حكيناها، هاي اصلا همين حكيناها. ات بريميتيف نود هالمرحله، هاي بريميتيف نود، هاي بريميتيف ستريك هذا وبريميتيف نود هاي، اكو فقط كوميونيكيشن ما بين الامنيوتيك كافيتي واليورك ساك كافيتي، صار كوميونيكيشن يسموها النيورو انتريك كانال، النيورو انتريك كانال اللي عمله والجاهم جاهم بالامتحان تأشير عليها. هسه خلي اكبر لكم، هي كام سي كيو مرات يجي رسم بالامتحان، مثلا رسم وتأشير. زين، فجاهم هذا الرسم بالامتحان وهذا السهم، هذا إيه هذا إيه هون، هاي الكنال، هاي الكنال ما بين الإيش، ما بين الأمنيوتيك هاي واليوك ساك كافيتي اللي هي النيورو انتريك كنال. طبعا هي تيمبوراري يعني ما دائمية، تنسد بعدين. By the middle of third week the mesoderm and notochord separate the endoderm and ectoderm. بهالحالة انفصلت عندنا الميزوديرم and notochord، يفصل ما بين الاندوديرم والاكتوديرم انتايرلي عدا بمنطقتين اللي هي منطقة الباكوفورنجيال ميمبرين، دي كسر ذكرتوها الملاحظة، والكلواكل ميمبرين، انه هون عندنا الاندوديرم مع الاكتوديرم ملزوقين، الايبوبلاست مع الهايبوبلاست ملزوقين. بمنطقة الوسط راح يكون عندنا انفصال عن طريق البروكوردال نيتوكورد بروسيس والميزوديرم. فاذا صاعدنا منطقتين ملتحم بيها الاكتوديرم والاندوديرم سوا اللي هي كرانيالي او سيفاليكلي هي البروكوردال بليت او البكوفرنجيال ممبرين والكلواكل ممبرين منطقه الانر ريجن.
With appearance of cloacal membrane, the caudal wall of the yolk sac will form a small diverticulum. اليوك ساك نهايته مع وجود الكلواك الممبرين راح يصير عندنا ساك which extend into the connecting stalk known as allantois. هسه هاي نقشعة هاي المنطقة لاحظوا هذا الكاودل اند هوني راح يعمل لنا فرد جيب راح يعمل لنا فرد جيب يسمونه ايش يسمونه الالانتويس زين فاذا مع ظهور الكلواك الممبرين اليوك ساك يعمل لنا دايفرتيكولم هذا اليوك ساك هذا الاصفر لاحظوا هذا اليوك ساك زين مع ظهور هذا الكلواك الممبرين هوني راح يكون عندنا ساك صغير يفوت وين هذا الالنتويس ايش راح يعمل بالمستقبل راح يعمل بلاد فيزل اوف ذا امبلايكال كورد فهذا عباره عن ساك او دايفرتيكولم اليوك ساك يفوت بيفوت بالستوك هذا اللي حكيناه اللي قلنا هو اكسترا امبريونيك ميزودام يعبر الكوريونيك كافيتي هذا عندنا يفوت بينه منه يفوت بينه دايفرتيكولم جيب من اليوك ساك يسمونه ايش الالنتويس اللي هسه نحكي عليه الاسبوع الجاي وبعده نقول ايش راح يعمل هذا هذا يعمل لنا البلاد فيزل داخل منه داخل الحبل السري هذا ايضا عندنا هون الالنتويس واضح داخل منه داخل الستوك او الحبل السري المستقبلي فعندنا الجام ديسك هون فراح يصير راح يصير بينه نمو الانيشال جام ديسك الاصلي كان فلات سيركولر كان دائره وجراجولي يصير بينه الانجيشن صار بينه سيفاليك انت عريضه لاحظوا هاي الصوره سيفاليك انت هاي الاعلى وكاودل انت رفيعه فاذا الجروث صوره عامه اولا كان فلات وسيركولر صار الانجيتد The growth and elongation of cephalic part of the disc are caused by continuous migration toward the primitive streak in the cephalic direction. طبعا هذا من جهة هاي الاستدارة انه هجرة 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 toward the primitive streak فصاعدنا من قدام مدور ومن posterior اللي راح يكون عندنا نارو. The process of migration and invagination through the primitive streak continue الى حد انتصل الاسبوع الرابع. After that, the primitive streak يبدي ينتهي لأن هو كان مجرد فد قايد مجرد فد قائد للعملية وبعدين هذا وما نحتاجه فيصير بينه degeneration and disappear. إذا صاعدنا remnants بقايا من primitive streak فالطفل عندنا يجي أنه هو عنده ما تنظ محل primitive streak فيكون لنا تيومر وين؟ بالساكروكوسيجيال region. سمونه ساكروكوسيجيال تيراتوما ساكروكوسيجيال تيراتوما مثل ما شعنا بالصورة هوني ايش راح يكون عندنا تفتحوها يطلع لكم كل انواع التشول بالجسم ليش لان هوني كان اكو ثلاث ليرات ميزودام واندودام واكتودام فايش ما تتوقعون تشعون بينه اسنان تشعون بينه هير تشعون بينه كل انواع ايش التشو ليش لانه يتكون من 3 جيرم سيل لايرز ليش كان بقى البريميتيف ستريك بالساكروكوسيجيال ريجن فكل شيء بتتوقعون يتكون راح يتكون ببطن هذا الساك ملاحظه انه الفورميشن اوف سومايت فروم ذا ميزوديرم اند ذا فورميشن اوف سي ان اس فروم ذا اكتوديرم بيجين ديورينج ذا ثيرد ويك اوف ديفلوبمنت هاي الاسبوع الجاي نحكيها شنو سومايت وهاي بس أنا مجرد انه اقول لكم انه معظم طلاب السي ان اس معظمه راح يجي من الاكتوديرم بينما الميزودام قلنا راح يعطينا البلد فيزل والكونكتيف تشو اتسترا الاندودام راح يعطينا اشياء تبطن الكافيتيز تبطن مثلا الجي اي تي وهكذا نجي هسه على التروفوبلاست اخر شيء خليناها احنا ما قلنا كان عندنا برايمري ستيم فيلاي اللي هي اوريدي كانت تكونت من يوم الثالث عشر اند كونسيستينج اوف كور اوف سيتوتروفوبلاست محاطه بالسنسيتيوم ديورينج ثيرد ويك اوف ديفلوبمنت ذا اكسترا امبريونيك ميزودام invade the يعني دخو احنا كان عندنا سايتوتروفوبلاست محاطه بالسنسيتيوم هون راح يفوت بعد شيلاخ داخل السايتوتروفوبلاست فيتكون لنا ايش السكندري انه الاكسترا امبريونيك ميزودام ايضا يدخل الى الكور اوف ذا فيلاي يكون لنا السكندري اللي هو عباره عن هسه تشعوا على الصوره
هذه أول مرحلة. سايتروفوبلاست هاي الشذري الفاتح والزيتوني العميق سنسيتشو، هذا شني؟ هاي برايمري فيلاي. سكندري فيلاي عبارة عن كور اوف ميزوديرم، يدخل داخل يحشر نفسه داخل السايتو فيساعدنا ميزوديرم، بعدين سايتو وبعدين سينسيتيو، فصاعدنا during third week of development وجود السكندري فيلاي. نهاية الأسبوع الثالث سيعدنا differentiation، أنه الميزوديرم اللي كان تحول إلى بلد فيزل. إحنا ما قلنا دي كسر الميزوديرم يعطينا الكونكتيف تشو البلد فيزل، فبالفعل هوني البرايمري صارت إيش؟ صارت سكندري، والسكندري من صابية بلد فيزل إيش صابية؟ صارت ترشري. فلهذا نسميها period of three، لأنه كانت برايمري وصارت سكندري وبعدين صارت ترشري. فإذا الميزوديرم ظهرت فصاعدنا إكتوديرم، يعني إيبوبلاست وهايبوبلاست، اللي هي إيبوبلاست الإكتوديرم والهايبوبلاست الإندوديرم. والميزوديرم صارت ثلاث سيارات جيرم ديسك. اثنين الفيلاي صارت ثلاث أشياء، وظهور إيش؟ ظهور النوتوكورد وبريميتيف ستريك والنيورال تيوب، راح بقينه على المحاضرة الجاية نحكي على النيورال تيوب. فإذا بهاي المرحلة الأسبوع الثالث، زين الأسبوع الثالث هذا راح يكون مليء بالأحداث. The capillaries in the tertiary contact with those in the chorionic plate and in the connecting stalk. فإيش راح يصير عندنا؟ الكابيلاري بالترشري فيلاي تعمل contact مع منو؟ مع اللي موجود بالكوريونيك بليت اللي كسر حكيناها، اللي قلنا تحوط الكوريونيك كافيتي، والكونكتينج ستالك اللي هي قلنا ميزوديرم يحفر بالكوريونيك كافيتي حتى يعمل لنا جسر. And then contact with the intra-embryonic circulatory system، يعني كله يفتح شيء على شيء، الكابيلاري مع الكوريونيك بليت مع الستوك مع حتى تعمل لنا ايش؟ البلاسينتا. زين حتى تعمل لنا البلاسينتا. الهارت امتى يبدي ينبض؟ بالاسبوع الرابع of development. ف the villus system will be ready to supply the embryo properly، يعني احنا هون بالاسبوع الرابع بدت الفيلاي تتطور. احنا قلنا صارت ترشري، البلد دخل داخل الفيلاي والفيلاي فتحت على الكورونيك بليت وفتحت على الموجود بالستور، فصار شيء مفتوح على شيء. فالهارت يبدي سي بي يعني من يغشع الامور جاهزه، فيبدي النبض بينه. طبعا بالسونر ما يبين بالاربع اسابيع، يبين بالسته الى سبعه اسابيع. With further development the cytotrophoblast will penetrate into syncytium الى ان تصل الماترنال اندوماتريوم و become contact with the neighboring villi system forming the outer syncytiotrophoblastic cytotrophoblastic shell. اذا هي عباره عن shell تحوط الايش؟ تحوط التروفوبلاست كامله. يمكن هون عندنا صوره يسموها الشل، يعني هي ما تدخل داخل اصابع تدخل السنسيتيوم، لا تروح تستعمر وتحوطها كلها، يسموها سايتوتروفوبلاستيك شل، او يعني خلينا نقول شرنقه او هاك الشيء، تحوط لنا التروفوبلاست انتايرلي وترتبط مع الكوريونيك ساك، تكون لنا الماتيريا حتى تربط نفسها. هون السيتروفوبلاست جدا مهمه، انه ايش تعمل؟ تلصق نفسها بالماتيرنال اندوماتيريال تشو. فعندنا هون شوفوا البلاد تكون بالستوك، تكون بالكوريونيك بليت، هاي اللي هي عباره عن خلنا فد ميزوديرم يحوط لنا الكوريونيك كافيتي ويبطل لنا سيتروفوبلاست، وايضا بالسكندري والبرايمري والسكندري والترشري فيلاي، شيء فتح اشياء على شيء، ويبدي الهارت اللي هو ايه هوني خلنا يم البروكوردال بليت كارديوجينيك بليت يبدي بامبينج او يسمونه يعني يبدي بالاكشن مالته. وهوني صوره لاحظوا انه اشون بالستولك بالمستقبل راح يتكون من الميزوديرم الامبلايكال كورد هوني، اللي راح تبدي تزود الطفل ما بين البلاسينتا والطفل، تكون هي الوسط بيناتهم حتى تزود البيبي بالبلوت. هذا كل ما قلتوا احكينه. طبعا هذا التكست بوك مالتكم اللي هو لانجمانس ميديكال امبريولوجي، زين اللي هو باي سادلر اند لانجمانس، هذا كتابكم التكست بوك. فانتهينا بانه كانت عباره عن شيء قرص اللي هو جيرم ديسك اللي هو باي لامينر، تحول الى شكل مجسم بينو سيفاليك وكودل بينو فنترال ودورسال بينو رايت وليفت. بدا بينو بالاسبوع الرابع الهارت يصير بينو بامبينج، وبدت تتحضر الايبيبلاست تنطينا
الاكتوديرم وبدت تحضغط الهايبوبلازم، تعطينا الاندوديرم الاسبوع الجاي ان شاء الله، وبالنص الميزوديرم حتى ينطينا البلاد فيزلز و الكونكتيف تيشوز. واضحه اللابله هون المحاضره؟ نوعا ما مركزه بس يعني